بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه قناتكم قناة خبرنا اليوم. أحبابي أصحاب المعشات، أحبابي المستمعين والمشاهدين، في الأيام القليلة الماضية قامت الحكومة وقام الرئيس السيسي بإعلان زيادات جديدة للمرتبات اعتبارا من أول أبريل، ولكن أصحاب المعشات قرر الرئيس السيسي والحكومة زيادة المعاش بنسبة 15% أيضا من أول إبريل. فهل هذه الزيادة مرضية في ظل هذا التضخم الكبير في الفترة الماضية؟ هل هذه الزيادة تغطي احتياجات هذا الرجل أو هذا المواطن الذي مضى حياته كلها في خدمة الوطن وفي خدمة بلده؟ هل هذه الزيادة تغطي احتياجاته من الدواء والكساء وأيضا من الطعام، أم أنها زيادة غير كافية؟ الحقيقة هي زيادة غير كافية مطلقا في ظل هذه الظروف التي تعاني منها مصر والتي يعاني منها العالم كله. فإذن لماذا لم تزد الحكومة هذه النسبة في هذا العام في ظل هذه الظروف؟ الحقيقة أن هذا يحكمها قانون يقر هذه الزيادة السنوية، أيضا هذا القانون يحدد هذه الزيادة بنسبة 15% كحد أقصى في العام اعتبارا من 1/7 من كل عام. هذا ما قاله اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن القانون هو الذي يحكم هذه المسألة، النسبة محددة بالقانون 15% كحد أقصى في كل عام. بصراحة هذا الأمر أثار بعض نواب مجلس النواب وقرروا أن يتحركوا لكي يغيروا هذا القانون في صالح أصحاب المعاشات، هذه الفئة المظلومة التي تعاني الكثير والكثير في ظل هذا الغلاء. ولكن من الممكن أن تتحرك الحكومة أيضا في صالح أصحاب معاشات وتعطي منحة مقطوعة بنسبة معينة لأصحاب المعاشات لتغطية هذه الأزمة الاقتصادية ولكي تخفف من معاناة أصحاب المعاشات لحين بحث أمر القانون وأيضا تغييره في صالح المواطن الذي على المعاش، بحيث يكون 15% دي مش حد أقصى، على الأقل تكون 15% كحد أدنى. نرجو ذلك، فأصحاب المعاشات يعانون الكثير والكثير، أصحاب المعاشات يحتاجون الكثير والكثير في ظل أمراضهم الكثيرة وفي ظل أيضا هذا الغلاء الفاحش. شكرا للدولة على هذه الزيادة، وإن كان هذه الزيادة حددها القانون وحكمها القانون بنسبة لا تزيد عن 15%، ولكن هو رجاء أن تتدخل الحكومة بأي صورة أو أخرى حتى يتم تغيير هذه القانون وهذه النسبة من قبل مجلس النواب، أن تتدخل الحكومة لأصحاب المعاشات بأي صورة من الصور. ونحن لا ننكر فضل الحكومة وفضل الدولة في هذا الشأن مرارا وتكرارا. نداء إلى أحبابنا من أعضاء مجلس النواب، نداء إلى رئيس مجلس النواب، نداء للحكومة، نداء للرئيس السيسي ببحث تغيير هذا القانون
على الفور لصالح أصحاب المعاشات، كلنا نرجو ذلك. وأرجو من أصحاب المعاشات أحبابي وأنا منكم أن نتحرك سويا لكي ننادي بذلك على الأقل في هذه القناة، قناة خبرنا اليوم، التي تعرض هذا الموضوع، وترجو منكم التأييد والاشتراك في قناتنا واللايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وحتى تزداد هذه النسبة 15% في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.